الشافعي فيه موهبة جواه، راس ماله في الدنيا دي صوته، واللي يحب يقول الله ويلف قلبه في ملكوته. النقشبندي زمان وطبار مدارس اتعلم منها، في ناس كتير قوي سبقونا بنبص للدنيا بعينها. ادي حكاية جيل ورا جيل، والقصة على طول متعادة، والشافعي منشد صوته جميل، ومصر دايما ولادة. اهلا 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 وسهلا بيكي. ازيكم؟ خير الحمد لله. ازيكم سنكم صغير يا جماعه، انا قلت منشدين دينيين هيبقوا اكبر من كده. الله يخليك، بس انتوا كبار في المقام. ربنا يخليك. تعالوا بقى نتكلم في موضوع الانشاد الديني، نقعد قعدتنا الحلوه. ميرسي والله ان انتم مشرفين. لا ربنا يخليك يا رب على الاستضافه الجميله دي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. الصحه والسلامه. الله يخليك. عرفونا بقى من نفسكم حد حد، انت مين يا مصطفى؟ انا اسمي مصطفى الشافعي، عندي 25 سنه، خريج كليه تربيه نوعيه جامعه عين شمس، ومنشد ديني وملحن. منشد ديني وملحن. وحضرتك؟ اسمي عبد الرحمن غانم، خريج كليه اثار جامعه القاهره، بعزف على آلة الناي والكولة، وعندي ورشة لصناعة آلة الناي والكولة. بقى عازف ومصنع لآية الناي والكولة. بالظبط. وحضرتك؟ أنا عمر قط، 22 سنة، خريج كلية زراعة قسم هندسة جامعة عين شمس، منشد ديني وعازف إيقاع. اشرح لي ده ازاي؟ هو الإنشاد والإيقاع بالنسبة لي هم هواية، مش يعني مش كارير بالنسبة لي. طب والزراعة قسم هندسة دي بتشتغل بيها ايه؟ ممكن اشتغل اي حاجة في اقسام الهندسة العادية عادي، ممكن ميكانيكا او كهرباء او مدني او معماري، بالاضافة بقى الحاجات بتاعت هندسة المزارع والحاجات دي. جميل. وانت ناوي تشتغل في المجال ده؟ انا بشتغل بالفعل في بتشتغل بالفعل في المجال ده. وانت يا مصطفى، الكلية بتاعتك اللي هي تربية نوعية دي، المفروض اتعلمت ايه؟ بتطلع ايه؟ انا خريج قسم تكنولوجيا التعليم. تكنولوجيا التعليم ده احنا بندرس فيه اغلب البرامج اللي هي في الكمبيوتر وكده، زي مثلا الادوبي وما تفرع طبعا. بس كليه التربيه هي بتطلع معلمين. بالظبط. أيوة. بالظبط. في انهي مجالات بقى التربيه النوعيه دي؟ انا يعني في مجال الحاسب الالي. انت بس الكليه نفسها بتدرس؟ الكليه نفسها بتخرج من مثلا مدرس حاسب الي، مدرس مزيكا، مدرس رسم، مدرس حاجه اسمها اقتصاد منزلي. جميل. وحضرتك دراستك، انا ليه بسال الاسئله دي؟ عشان انتوا كلكم في الاخر فنانين، فانا عايزه اعرف الدراسه بقى ليها علاقه بده ولا لا؟ طبعا. الموهبه دايما ممكن تختلف عن المجال الدراسي نفسه. الدراسه ممكن تبقى عن حب او عن كارير في البيت مثلا، ممكن يبقى في البيت اثروا عليك نوعا ما ان انت تخش كارير معين او دراسه تطلع معينه، دكتور زي والدك مثلا. ولكن الهوايه بتبقى اللي هي التحقيق الشخصي او التحقيق الذاتي للشخص نفسه. انا بحب المزيكا مع اني درست اثار، ومرام انا مرمم ترميم اثار، يعني انا مرمم تحف اثريه، لما ممكن اشتغل في المتحف، ممكن اشتغل في اي بس اماكن. بس واضح ان انت شاطر بايديك، عشان كده عرفت تبقى مرمم اثار او صنعت اله، فده راجل حريف بايده. المهنيه في حد ذاتها هي موهبه من عند ربنا، زيها زي المزيكا، مش اي حد ممكن يشتغل طبعا بيه. نرجع بقى للانشاد الديني. انت يا مصطفى كونت فرقه، مع ان انت سنك صغير قوي على انك تكون فرقه دي. يعني انا بدات في مجال المزيكا بشكل عام بالتحديد في 2012، يعني كان عندي 15 سنة. بدأت غنى في فرقة الموسيقار هاني شنودة، فرقة المصريين، وبعد كده قعدت فيها سنتين، وبعد كده اتجهت للإنشاد الديني. أسست فرقة اسمها وصلة سماع، كنت من ضمن مؤسسينها يعني، واستمريت فيها لحد سنة 2022. بعد كده يعني حبيت إن أنا أعمل مشروع خاص بيا، يعني أكون أنا مؤسسه وأنا بس اللي بغني فيه يعني وكده، لان كان وصل سماع انشاد جماعي. اشرحي بقى، انت بتصنع آلتين، الناي والكولة، صح؟ تمام. انت معاك واحد منهم هنا؟ معايا الناي دلوقتي. طب ممكن اشوف الناي وتقول لي انت بتصنعه ازاي؟ لا، هو عملية التصنيع. انت معاك طقم نايات. طب ما تبقاش اناني، فرج الناس. تمام. هي النايات او الناي عامة ما يبقاش قطعة واحدة، هو في الاساس بيكون 7 قطع ل 12 قطعة، دي بتبقى طبقات صوتية، زي طبقتي انا دلوقتي وانا بتكلم، غير طبقة حضرتك، غير طبقة مصطفى، غير عمر، فهي دي اطوال النايات، دي طبقات موسيقية. يعني كل ناي عنده طبقة موسيقية مختلفة. خاصة بيه بالظبط كده. اوكي. تمام. صناعة الآلة نفسها هي بتاخد مراحل كتير جدا، لان ده اسمه في مصر هنا اسمه الغاب او البوص، ولكن في دول الخليج بيسموه القصب البري، عشان هو اجوف من الداخل، ما فيهوش الياف.
بس هي عمليه صناعته بتاخد من حوالي من 3 ساعات لاربع ساعات للقطعه الواحده. عملي بقى، عايزاك انت تنقي حاجه محببه لقلبك، يكون انت مؤلفها، تكون حاجه معروفه اللي انت عايزه. الإنشاد الديني حالة روحانية بدأت بالمديح النبوي، ولحد النهاردة كلمات وألحان بتمس قلوب السميع. أساس الإنشاد الديني مدح آيات الله وسيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأخلاقه السامية، كمان بيقدم دروس وقيم الإسلام، وبيكون في حلقات الذكر بيعتمد فيها المنشد على قوة وجمال صوته. دلوقتي الإنشاد تطور وبقى ليه فرق موسيقية بتعتمد على آلات كتير زي العود والقانون والناي والكمان والإيقاع. عدد كبير من شيوخ الإنشاد الديني حفروا أسماءهم في قلوب الناس، غير النقشبندي وطبار، منهم الكحلاوي والفشني والتوني، وصولاً لمحمود التهامي ابن شيخ المداحين ياسين التهامي. طب وانت يا قط، ايه اللون اللي انت بتحب تغنيه مع العزف بتاعك؟ ساكن وسط قلبي حب يا كرام، حبك يا محمد حرمني المنام، حبك يا محمد حرمني المنام، حرمني منامي ودمعي يسيل، حرمني منامي ودمعي يسيل، وشوقي دعاني وجسمي نحيل، وشوقي دعاني وجسمي نحيل، دوي القلب يبرى لأنه عليل، دوي القلب يبرى لأنه عليل، دوي القلب يبرى يا خير الأنام، حبك يا محمد حرمني المنام. شكرا يا عمر، شكرا يا عمر. انت يا غانم برضو حالة الإنشاد الديني وحالة الغنى واستخدام اللغة الموسيقية في حاجة بتقربك لربنا أو لسيدنا النبي أو لأهل البيت أو كل الحاجات دي، انت برضو منجذب ليها ولا انت بتعمل ده لحاجة تانية، للآلة نفسها، لنوع أنواع تانية من الموسيقى؟ هو في البداية أصلاً المزيكا عامة
هي موهبة البني آدم بيتولد بيها. صحيح. يعني مثلا قبل وأنا صغير مثلا عندي 7 سنين كنت بسمع سولو الكولة أو الناي وأقعد أعيط. أنا لا فاهم ده ناي ولا فاهم ده كولة ولا فاهم بقام إيه ولا فاهم أي حاجة، بس الإحساس بتاع الميوزك ده وصل لي وأنا متأثر بيه. فإذا كان منشد أو إذا كان بيعزف ناي أو كولة أو أي آلة أو بإيقاع، المزيكا هي مولودة معي. فهو ما يقدرش يقول ليه أنا رحت للطريق ده، هو هي حاجة بتسوقه للطريق اختار ده. اختارتك. طيب إيه موضوع أن أنت خدت جوائز وأنت سنك صغير كده في الإنشاد و... والله الموضوع بدأ معايا تقريباً من أول ما دخلت جامعة، أن أصحابي بدأوا ينصحوني أنت ليه مش بتقدم في مسابقات؟ فقلت لهم والله يعني ما عنديش فضول أقدم، ما كانش الموضوع في اهتماماتي. بس بعد كده قدمت في مسابقة اسمها إبداع تبع وزارة الشباب والرياضة، دي إبداع للجامعات أيام ما كنت بدرس. فدخلت والحمد لله ربنا كرمني وخدت المركز الأول على مستوى الجامعة في الإنشاد الديني. بعد كده قدمت في مسابقة منشد الشارقة علشان هي أكتر مسابقة عليها سبوت في الوطن العربي في المجال ده يعني. الحمد لله اختاروني من ضمن 450 منشد مصري إن أنا لمثل مصر. وكلهم كانوا مصريين؟ آه ده من هنا من القاهرة. آه أوكي. هم بيختاروا في كل بلد بيروحوا يعملوا اختبار وبياخدوا واحد بس من كل بلد. فهنا تقدم 450 منشد مصري. اه انا الحمد لله يعني لقد يعني فزنا الحمد لله. فبعد كده رحت هناك والحمد لله عملت عروض كويسه جدا بفضل من ربنا سبحانه وتعالى، وصلت للنهائي. بس كان في تصفيات كتيره بقى ايه؟ كان هم 3 برايمات، برايم اول عديته، ثاني عديته، وصلت للبرايم الثالث والاخير، بس ما حصلش نصيب ان انا اخد مركز من الثلاثه الاولانيين بسبب التصويت، لان المسابقه بتعتمد على الاداء والتصويت في نفس الوقت. مصطفى كان في يعني 100 نوع من الغنى كان ممكن نشتغل فيه، وكان في 100 صنف من المزيكا ممكن نشتغل فيها إيقاع، و100,000 صنف ممكن نحط فيه آلات نفخ وناي. اشمعنى الإنشاد الديني ده؟ إيه اللي جذبك لده؟ والله اللي شدني للإنشاد الديني هي رسالته ألا وهي مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني حبيت إن أنا أعبر عن حبي من خلال صوتي اللي ربنا سبحانه وتعالى إيه وهبه لي. فبجانب طبعاً إن أنا لما جربت أنشد وتعايش كده مع معاني الإنشاد وإحساس الإنشاد والألحان اللي إحنا بنأديها، أنا حرفياً والله كنت بطير، والله حرفياً كنت بطير. يعني أنا أحياناً بنبقى قاعدين على الستيج أو مثلاً حتى في البروفة، الشباب حتى يقولوا لك ان انا اغلب الوقت ببقى مغمض عيني وانا بقول، نادرا لما تلاقيني فاتح عيني، لو فاتح عيني اعرف ان انا مش حاسس. طب اسمع، انا عايزه بقى اسمع حاجه يكون الناس عارفاها. يا سلام. عيني عيني. والله يا خير الخلائق إن لي قلبا يعلم أنني أول.
وقمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله تنال الشمس منه والبدور الله ولم يكن الهدى لولا ظهوره ولم يكن الهدى لولا لولا ظهورا وكل الكون أنا رب نوري طا ها قمر 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 سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. بسطت بيكم جدا جدا جدا. احنا دايما لما بنقابل ناس معانا زميلتنا الفنانه ساره بترسم بورتريه بنسلمه في اخر الحلقه. اتفضل يا ساره. ايه المفاجاه دي؟ واو. طيب بما ان انت اللي عايز تبقى على كوبري اكتوبر وكده هي دي ده الافيش اللي كان ايه رايك بقى؟ يعني لا صار شكرا شكرا. صوته لاخر السما واصل وبيعبر قضى الحياه كلها ينشد وبيكبر ملكوت وفي أناشيد من أجمل الألحان سبحانه من علمك تحب يا إنسان وقت المحبة تبوح وتقول كلام منفوح قلبك يهيم ويروح من حبه في الرحمن.